الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. في مبادرة عنوانها لتسكنوا إليها، دعوة عامة لكل الناس في كل المحافظات إنهم يتخلوا عن الطلبات والعادات والتقاليد الموروثة عشان نحارب الغلاء اللي العالم كله بقى فيه وعشان نيسر على بعض أمور الزواج. طب إيه هي تفاصيل المبادرة؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال تغطيتنا، فتابعونا. أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مؤتمر رسمي مبارح عن إطلاق مبادرة موسعة لمواجهة تكاليف الزواج الكبيرة، وده في محافظات الجمهورية كلها بعنوان لتسكنوا إليها. وبتسعى المبادرة دي لتحقيق مجموعة من الأهداف اللي بتقضي على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملاً في تيسير الأمور على الشباب والمقبلين على الزواج ومواجهة الطلبات الكتيرة اللي ملهاش لازمة في ظل الظروف الاقتصادية للعالم كله. وده في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف واهتمام المجمع بالقضايا اللي بتشغل بال المجتمع المصري. كمان أعلن الدكتور ناظر عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المبادرة هيتولى نشرها بين الناس والدعوة ليها وعاض وواعظات الأزهر في جميع محافظات مصر، وده من خلال متابعة الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني. وقال الأمين العام إن هدف المبادرة لمجموعة من المراحل، أولهم إن تقتص أن تقتصد. وقال الأمين العام إن هدف المبادرة لمجموعة من المراحل، أولهم هي أن تقتصر الخطوبة على الدبلة وقراية الفاتحة بس، وكمان يحضرها القرايب من الدرجة الأولى. كمان ضبط لقاء المخطوبين ومحاولة تقنين تعاملاتهم في حضور الأهل. واضح كمان أن المبادرة بتسعى لتقليل فترة الخطوبة عشان نتجنب ونتلاشى المشكلات دي في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فأولها حصول الزوجين على دور التأهيل أسري مكثف عشان يبقوا فاهمين وواعيين للي هم مقبلين عليه، ده بالإضافة لأنهم يكتبوا كل الأمور والمتعلقات اللي بتقوم البيت من غير مبالغة، ده بالإضافة لاختيار سكن على حسب توافق الاثنين مع بعض دون تدخل الأسرة أو الأب أو الأم، وإن الذهب يكون بقيمته مش بالجرام عشان الأسعار والغلاء. أما المرحلة الثالثة وهي إقامة الفرح، فدعت المبادرة إلى أن الفرح يكون بسيط ومش مكلف ولا مبالغ فيه، وكمان نقل العفش وحاجات البيت تقتصر على عربية واحدة في نقلها ومن غير حضور ناس كتير. وبالنسبة للأساس مش لازم يكون كله موجود، وممكن نأجل حاجات لحد ما ربنا ييسر الأمور. الحقيقة إن المبادرة دي مبادرة حلوة جدا ومطالبها بكل المراحل عقلانية للغاية. نتمنى الأهالي تسمع ليها من باب التيسير على أولادنا في الأيام دي ومن باب الإعمال بمبدأ لتسكنوا إليها. خلصت تغطيتنا، بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.